في إطار جهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة الحدود، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من تفكيك شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وإحباط عدة محاولات للهجرة غير شرعية. هذه العمليات جاءت بفض تكثيف تحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة الإجرامية التي تبين أن بعضها تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم باستدراج القُصر لغرض تهريبهم عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث تم تصدير خطة محكمة بالتنسيق مع وحدات حراس السواحل مع فتح تحقيق معمق لتفكيك خيوط هذه الشبكات. أفضت هذه العمليات إلى توقيف 54 شخص، من بينهم 3 أشخاص من جنسية مغربية و4 أشخاص من جنسية سورية، حجز 3 قوارب و5 محركات مختلفة القوة والأحجام، شاحنة صغيرة ومعدات للملاحة والإبحار متمثلة في جهاز راديو لاسلكي، صدريات نجدة و310 لتر من البنزين، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 57 ألف دينار جزائري، ومبالغ مالية من العملات الأجنبية قدرت ب 1431 أورو و200 درهم مغربي، جوازات سفر وهواتف نقالة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال وحيازة عداد حساس بدون رخصة.